بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত ইকরা বাংলা দর্শক শ্রোতা, আজকে আপনাদের সামনে আবার আমরা উপস্থিত হয়েছি মশকে কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে। আমাদের সাথে আছেন নাবিল উদ্দিন খান, এবং আজকে আমরা যে সূরা তেলাওয়াত করব সূরাতুল বালাদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد
خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ووالد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فلم اقتحم العقبة وما فك رقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما إطعام في
Allah
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له شفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة فك رقبة أو إطعام في يوم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم